المنتخب المصري بيعود لصدارة المجموعة في تصفيات كأس العالم قطر 2022، والواحد النهاردة بصراحة مبسوط قوي قوي قوي، مبسوط بكذا حاجة، مبسوط بالأداء والشخصية المميزة لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كروش، مبسوط جدا لكارلوس كروش اللي قدر ينتصر في أول مباراة ليه وقدر ينتصر لوجهة نظره، اللي لو كان خسر النهاردة أو تعثر كان الإعلام المصري كان هيذبحه بمعنى الكلمة، وفرحان جدا 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 لعمر مرموش اللاعب اللي كان مهمش جدا من المدربين المنتخبات المصريه الفتره اللي فاتت سواء الاولمبي او المنتخب الاول، لاعب مميز جدا نتكلم كتير عليه جدا النهارده بحلقه النهارده. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك، اول ما تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الانقاصيه. التشكيل منتخب مصر التشكيل بتاعه انا لما شفته عرفت ان دي وجهات نظر كارلوس كروش هي دي قناعاته في ارض الملعب، هو دي الناس المقتنع بيها واللي هو عايز يطبق فكره عليها. بدا محمد الشناوي قدامه احمد حجازي ومحمود حمد الونش، على اليمين اكرم طفيع، على الشمال احمد فتوح، اثنين في نص الملعب محمد النني وعمرو الصليه، قدامهم عبد الله سعيد، ناحيه الشمال عمر مرموش، ناحيه اليمين محمد صلاح، قدام مصطفى محمد. على الورق بتلعب بالاربعه 2-3-1، ولكن على ارض الواقع في حاجتين بيعملها المنتخب المصري علشان يغير الفورميشن اللي موجوده على الورق دي. الحاجه الاولى انه لما بدايه الهجمه او لما احنا معانا الكوره ونحاول نحضر الهجمه، التشكيله اللاعبين بتوع الباكات احمد فتوح واكرم توفيق بيفتحوا الملعب وبيطلعوا لقدام، ولاعب من نص الملعب بالاغلب يكون هو عمرو السوليه بينزل ناحيه الشمال او ينزل في قلب الاثنين المدافعين عشان يبقوا ثلاثي ورا ويبداوا ان هم يلعبوا او يبداوا الهجمه بالشكل دون، سواء بالكره الطوليه او يبتدوا يطلعوا على الاطراف للباكات سواء فتوح او اكرم توفيق. دي الفكره الاولى اللي كان بيطبقها المنتخب المصري في الكره لما الكره تبقاش معانا او الكره تبقى معانا في بدايه التحضير. الحاجه الثانيه وان هو كان بيلعب 4-3-3 مش 4-2-3-1 خالص. 4-3-3 ازاي؟ كان بيخلي السولية هو اللاعب نمره 6، اللاعب نمره 6 اللي بيحاول ينزل مع الاثنين بتوع قلوب الدفاع عشان يبدا الهجمه، وبيخلي النني هو اللي بيتحرك كتير في ارض الملعب كلاعب نمره 8، هو اللي بيحاول يوزع اللعب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او يلعب تمريرات في العمق ريسكيه مميزه جدا، والنني قدم الدور ده كويس جدا. والحاجه الثالثه ان عبد الله السعيد بيلعب لاعب بوكس تو بوكس مش لاعب صانع العاب نمره 10. عبد الله السعيد كنا بنشوف كتير جدا، وده الحاجه اللي كنا بنتكلم عليها قبل المباريات او قبل كارلوس كروش من ساعه ما جه، ان كارلوس كروش بيحب الوينج بتاعه سواء الوينج الشمال او الوينج اليمين يخش لقلب الملعب، واللاعب نمره 8 اللي بيلعب في طور البوكس بوكس هو اللي يبقى الوينج ناحيه الشمال. ودي شفناها كتير قوي مع منتخب مصر الشوط الاول، ان عمر مرموش بيخش لقلب الملعب وبتلاقي عبد الله السعيد هو اللي طلع ناحيه الشمال وبقى هو اللاعب الوينج الصريح في البوكس تو بوكس واللاعب نمره 8. ودي حاجه لازم نقف عندها شويه. عبد الله السعيد كسن وكلياقه بدنيه وككل الكلام ده مش هيقدر يقدم الدور ده. عبد الله السعيد لاعب مميز جدا، لاعب رؤيته في الملعب كويس جدا، لاعب بيلعب باصات ريسكيه وباصات مميزه جدا جدا جدا، ولكن كعبد الله السعيد كلاعب يلعب لك بوكس تو بوكس ويرجع يعمل ادوار دفاعيه ويتقدم ادوار هجوميه ويبتدي هو اللي يضغط على المنافس ويبتدي يستخلص الكوره ويلعب كوينج وكل الكلام ده، دي مش بتاعت عبد الله. كنت ممكن تلعب بطارق حامد وتخلي النني يعمل الدور ده، كنت ممكن تلعب بابراهيم عادل يعمل الدور ده، كنت ممكن حتى تلعب بزيزو يعمل الدور ده، لكن عبد الله السعيد مش هيقدر يعمل الدور ده. عبد الله السعيد هو لاعب صانع العاب يستلم الكره ويبني الخطوط ويبتدي يوزع اللعب، لكن لاعب بوكس بوكس نمره 8 صعب جدا على عبد الله السعيد. عمر مرموش اللي كان بيخش للقلب كتير وده فاده في الشوط الثاني. عمر مرموش لما كان بيخش للقلب كان بيحاول في حاجتين، اول حاجه اللي هو يرقص يخش لجوه ويشوط، او يلعب بالوينج او الباك اللي بيعمل له اوفرلاب من وراه. لا ده ما كانش بيحاول يلعب ناحيه تانيه لمحمد صلاح كتير. محمد صلاح الفكره برضو اللي كنت ناس كتير بتتكلم عليها ان محمد صلاح هو اللي هيبتدي يخش جوه الملعب او يخش للعمق، واللاعب اللي هيلعب بوكس تو بوكس هو اللي يروح ناحيه محمد صلاح ويلعب مكان محمد صلاح. ده ما حصلش. كارلوس كروش فكر فكره بره الصندوق ان محمد صلاح اكيد منتخب ليبيا هيبقى نازل حاطط اثنين لعيبه لمحمد صلاح مان تو مان على محمد صلاح، ما يخلوش محمد صلاح يستلم كرة، ما يديش حريه لمحمد صلاح انه يلعب باريحيه. مفيش الكلام ده، محمد صلاح ممسوك طول المباراه من اثنين لاعبين، فبالتالي وبالذكاء انه يحول اللعب كله لناحيه الشمال ناحيه عمر مرموش، وبالتالي بدا بعمر مرموش. فكره ان انت منتخب مصر بيلعب وعنده الوينج اليمين محمد صلاح افضل لاعب في العالم، ووينج الشمال عمر مرموش افضل لاعب في الشهر ده وافضل لاعب صاعد في الشهر ده في الدوري الالماني، فدي ضرب من ضروب الخيال. ده ما كانش حد يتخيلها. لو كنت مثلا من
من 10 سنين كده قعدت مع واحد وتقول له يا معلم احنا في 2021 هتلاقي منتخب مصر بيلعب بوينج يمين لاعب افضل لاعب في العالم ومن افضل لاعبي العالم، وناحيه الشمال بيلعب بلاعب افضل ناشئ في الدوري الالماني في شهر سبتمبر، هيقول عليك مجنون، هيقول عليك مجنون. لكن هو ده اللي شفناه النهارده، هو ده اللي اتعمل النهارده. محمد صلاح، عمر مرموش مقدم مباراه كبيره، مقدم مباراه عالميه، لاعب كان مهمش من كل الاجهزه الفنيه للمنتخب المصري، سواء اجيل او حسين بدري او شوقي غريب حتى في المنتخب الاولمبي. اللاعب ده ما كانش بيستدعى تماما، ولكن النهارده كارلوس كروش راهن عليه وجابه ولعبه اساسي، وعمر مرموش ما كسفوش، وخلى كارلوس كروش ينتصر لوجهات نظره بصاروخ الماني من عمر مرموش بهدف ولا اروع في الشوط الثاني. اللي هنجيله الشوط الثاني، ولا في الشوط الاول عندك نعم الاداء مش افضل حاجه، ولكن في ملامح في ارض الملعب، في حاجه انت عارف منتخب مصر بيعمل ايه، في هويه، وفي شخصيه في ارض الملعب. منتخب مصر كان زاني منتخب ليبيا طول الشوط الاول، ما اي نعم ما وصلناش للجون كتير او ما كناش بخطوره ليبيا، راحت بكوره واحده على الجون كان ممكن تسجل فيك هدف وتعقرب المباراه، ولكن انت كنت بتروح للمرمى، كنت ماسك كوره، كنت زاني ليبيا، ولكن مش عارف توصل للمرمى. ليه بقى مش عارف توصل للمرمى؟ لان المنتخب الليبي الناحيه الثانيه بيلعب لك 5-3-2، بدفاع كومباكت، دفاع كتله واحده، دفاع مقرب للمساحات من بعض، دفاع مقرب للخطوط من بعض، مش مديك مساحه اللي انت تلعب بين الخطوط، فكنت بتحاول تلعب على الاطراف، بلاعب يخش جوه الملعب يسرع معاه الباك اللي بيمسكه وبيخلي لاعب ثاني يطلع على الطرف، وتحاول تلعب على الكرات العرضيه او تحاول تخطف كره من العمق كده. منتخب مصر كان بيلعب في حته او بيلعب بسرعه او بيلعب اداء، ومحمد صلاح بيلعب اداء تاني. محمد صلاح بيحاول يوصل لعيبه منتخب مصر كتير، ولعيبه منتخب مصر مش مترجمه ده. محمد صلاح في الشوط الاول في الدقيقه تقريبا 29 حب يلعب سرور عبد الله السعيد، يجري بقى وقف، وده اللي بتكلم لك عليه. عبد الله السعيد مش اللاعب البوكس تو بوكس اللي يجري لك ويلعب لك في العمق ويخرج ويلعب من بره ويخش للطرف، لا، انت عايز لاعب بدنيا مؤهل لده. عندك لاعبين كتير مؤهلين بدنيا لده، عندك ابراهيم عادل، عندك زيزو، عندك محمد النني، ممكن يلعب الدور ده عادي جدا. المنتخب المصري الشوط الاول اي نعم كان مقدم اداء كويس، بتحاول توصل للمرمى، ما وصلتش كتير، ما كنتش عامل خطوره فظيعه على مرمى ليبيا، ولكن المنتخب المصري كان ليه شكل، والشكل دون اتى بثماره في الشوط الثاني. في الشوط الثاني كارلوس كروش بدا بنفس القناعات، بنفس التشكيل، بنفس التكتيك، ولكن عمر مرموش بدخوله لقلب الملعب مش انه يبقى طرف صريح، وده اللي كنا شايفينه من الشوط الاول، ان عمر مرموش بيخش لقلب الملعب فادف الجول اللي جابه. عمر مرموش اللي عاجبني فيه انه ما خافش، لاعب شخصيته قويه، لاعب شخصيته تاهله ان هو يعمل دون، لاعب مميز جدا من ايام فولفسبورج وحاليا مع شتوتجارت، لاعب استلم الكوره ودخل لجوه. اي لاعب كان عمر مرموش شخصيته مش قويه، ما عندوش الجراءه وما عندوش الثقه، كان ممكن يطلع اكرم توفيق كباك او يطلع محمد صلاح، ولكن عمر مرموش في الجون اللي جابه، اللي عمر مرموش رجله او شكل تشريحي وقفته في الملعب مش يشوط الكوره بالشكل وتروح في الزاويه دي، واقف يعني وقفته مش هقول لك غلط، هو لف وسطه 180 درجه عشان تروح الكوره في الزاويه دي، انه يلعب يستلم ويخش لقلب الملعب وما طلعش ولا باك ولا طلع محمد صلاح وياخدوا الثقه والشخصيه ان هو يشوط ويلف وسط 180 درجه وتروح الكوره دانا وصاروخ الماني حرفيا في الزاويه البعيده بوم، دي تسقف لها عمر مرموش. بصراحه لاعب مميز قوي 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 عمر مرموش، بيفيد الفريق سواء في التكتيك، على مستوى التكتيك، على مستوى التسديد، على مستوى المهاره. عمر مرموش بعد الجول خد ثقه وابتدى يورينا بقى هو ده اللاعب الالماني، هو ده اللاعب الشهر الناشئ في المانيا، هو ده اللي بيبتدي يرقص اللاعبين وياخد الكره يمين وياخد الكره شمال ويخش لجوه ويخرج لبره. لاعب مميز، لاعب مميز بكل معاني الكلمه عمر مرموش. في المباراه القادمه مع المنتخب الليبي انت هتلعب على ارض مش نجيل طبيعي، هتلعب بنجيل صناعي، وفي المباراه الجايه تبقى محتاج لاعبين في ارض الملعب تقف لك على الكوره شويه، دي معروفه. فانت المباراه الجايه انا متوقع ان كارلوس كروش هيلعب بال 4-3-3 وهيلعب كما انهى، زي ما نهى المباراه هيلعب وهيبدا بيها مباراه ليبيا الجايه يوم الاثنين. هيلعب بالثلاثه في نص الملعب، طارق حامد، عمر السولية، والنني. هيلعب برمضان صبحي مش عمر مرموش، لان عايز رمضان صبحي يقف له على الكوره شويه، يستحوذ شويه، يحجز شويه، ويبتدي هو يحرك الفريق ناحيه رمضان، مش هيلعب عمر مرموش. عمر مرموش من لعيبه الحركه اللي هو انا اللاعب الفرهود، اللاعب اللي اخد الكوره واقعد اعدي 1-2-3 اركب ارض مباراه ليبيا، في ليبيا مش الارض مش هتستعمل عمر مرموش، فهيلعب برمضان عشان يبتدي يقف له على الكوره. واتخيل ان هو يلعب بمصطفى محمد، ان مصطفى محمد النهارده ادى الدور اللي هو محتاجه،
هو مصطفى محمد ادى دور اللي هو كارلوس كروش منزله عشان لو انا هقف اطلع في كرات طويله انزل كره وابتدي العب اللعيبه اللي جايه لي من ورا لقدام. وده عمله مصطفى محمد كويس ومتوقع انه يلعب المباراه الجايه. تشكيله هتبقى كالاتي، كان مباراه زي ما انها زي ما هيبدا كارلوس كروش مباراه مميزه. مش هقول لك النهارده ان منتخب مصر عمل مباراه ممتازه واللي هو مفيش منه، لا منتخب مصر النهارده عمل مباراه جيده، مباراه كويسه ترتقي الى الجيد باداء بشخصيه بفي رؤيه في ارض الملعب في تكتيك في حاجه بنحاول نعملها. دي شابوه ودي رقم واحد، دي نقطه ان انت بقيت عندك شخصيه عندك هويه في ارض الملعب عندك حاجه بتلعب عليها. الحاجه الثانيه لازم 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 كارلوس كروش علشان يثبت رجليه في الارض اكتر لازم يكسب المباراه الجايه ويتصدر ب 10 نقاط وخلاص نوعا ما يضمن الصعود، لان المباراه الجايه اي تعثر هيبقى فيه ذبذبه برضه، هيبقى فيه عدم قناعات. ناس تقول لك لا ده مدرب حلو، ناس تقول لك مدرب قوي، مدرب ناس تقول لك ده مدرب فاشل مش كويس، ولكن الفوز المباراه الجايه هتسكت ناس كتير، هتنتصر اكتر لوجهه نظرك، مش هتخلي فرصه لحد ان هو يتكلم معاك. كارلوس كروش المباراه الجايه هتكون مباراه مصيريه بكل معاني الكلمه، سواء وجهه نظر كارلوس كروش تفوز او تخسر، سواء منتخب مصر يحط القدم في الصعود او احنا نبقى في ورطه. لو تعثرنا المباراه الجايه سواء تعادل او خساره، لو تعادل انت ممكن تبقى متعادل تبقى فرق 8 بونت وهم 7 تبقى برده في صداره، لكن تبقى 10 بونت وهم 6 دي هتريحك اكتر في المباراه الجايه ضد انجولا وضد جابون. كارلوس كروش قدم مباراه كويسه، عمر مرموش قدم مباراه مميزه، محمد مناع قدم مباراه كويسه، منتخب مصر كله قدم مباراه النهارده كويسه، ما فيش خطوره لليبيا كتير، منتخب مصر عمل مباراه كويسه. شابوه لكارلوس كروش، عمل مباراه كويسه. شخصيه كارلوس كروش قبل ما انهي، بس كارلوس كروش عنده شخصيه، لاعب مدرب ثابت في ارض الملعب. لما حتى لما جه جون في لقطه الجون كارلوس كروش ما احتفلش الاحتفال اللي ايوه بقى اللي انا جبت جون واللي انا كسبت واللي انا هكسب وكده، لا انا عارف انا بعمل ايه، انا عندي شخصيه، انا هنزل اللاعب ده، اللاعب ده جاب لي جون انا واقف ثابت في ارض الملعب انا ما اتحركتش في مكان. شخصيه كارلوس كروش مميزه قوي عجباني جدا 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 جدا. مبروك لكل المصريين مباراه النهارده، عقبال المباراه الجايه يوم الاثنين. هارد لك لكل جمهور ليبيا وهارد لك المنتخب الليبي، كنت اتمنى المنتخب الليبي يكون في مجموعه ثانيه عشان نصعد لنا احنا الاثنين مع بعض، ولكن القدر اتى ان احنا حد فينا بس اللي يصعد، واكيد انا كمصري بتمنى منتخب مصر هو اللي يصعد. مبروك لكل المصريين، وده كان رايي انا في الحلقه. قول لي رايك انت في الكومنتس، وقول لي كمان هل كارلوس كروش اقنعك في المباراه الاولى، ولازم تقول لي رايك في عمر مرموش في الكومنتس. لا حرك ما تنساش تعمل لايك ونعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول باول، وطبعا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، وعلى الفيسبوك في تويتر وتويتر كمان. مستنيكم الحلقه الجايه، سلام.